ليك يا حبيبتي، انا هاي الطريقه بالتعامل ما بحبها. نسوان اخر زمن. معقول تيجي من اخر الدنيا من امريكا مشان تقول لابنها والله بدي اتزوج وتروح؟ فعلا مره عنيده. مسكين هذا الولد، والله مسكين. يا ولد لك مازن شبك، مسكين عنده مشاعر لازم تحترمها شوي. شبك وين صفنتي؟ صفنت من الورطة اللي ورطت حالي فيها. أنا ليش لقل لأني بدي أقنع مازن؟ هلا إن شاء الله وعدتيها تقنعي ابنها مازن. لك لا، ما قلت لها هيك يعني، بس لما طلبت مني أنا ما حكيت شي. يا علينا، هلا بتكون فكرت أني بدي أحاول أقنعه. شو؟ شو يعني؟ ألو، مرحبا مدام فرح، أنا رفيف. أهلا فيكي. الحقيقة أنا كنت حابة أشوفك شوي ضروري. إمتى؟ أوكي، بعد ساعة بكون عندك. ليش بدك تشوفيها؟ بدي أقول لها إنه أنا مالي علاقة بالقصة. العمى وين نازلة هاي؟ شو بيعرفني؟ إنه تركت كل الأوتيلات البلد وما عرفت تنزل إلا بالأوتيل اللي بياكل فيه مازن. شبك